والله انا عارف كويس وحاسس بيهم. انا واحد من الناس كنت في الموجة الاولى وعلى خط برليف وعديت وشفتهم بيجروا واحنا قفشناهم. انا واحد من الناس تخدمت عشان احتل قدامه على بعد 2 كيلو عشان اي امداد جاي ندمره بصواريخ مونيتكا. ما تخافوش على اللي هناك، قلبكم معاهم، دعواتكم معاهم في كل صلاة، في صلاة الفجر، في كل وقت، ادعوا لهم بس، ادعوا لهم من قلبكم، خافوا عليهم، هم بيخافوا عليكم، هم بيحاربوا نيابة عننا كلنا. احنا فين؟ الشرف العربي فين؟ الأمة العربية فين؟ فين؟ أمريكا جاية تزحف عشان تساعدهم، أنتوا فين؟ قولوا يا رب، ربنا أكبر من أي حد، إن شاء الله النصر وفلسطين كلها عربية. طيب، وطبعا كل الدعم لفلسطين بالدم بالمال بكل حاجة، بس سينا مصرية وهتفضل مصرية للأبد. وافتحوا لنا الحدود، أنا كلهم هنموتهم. تحيا سينا، تحيا مصر، تحيا فلسطين. أول هتاف مصري بعد النكبة مباشرة في 48، عشان نبقى عارفين فاكرين دايما إن مصر قلب العروبة. إحنا اللي لازم نبدأ، إحنا اللي لازم نكمل المشوار عشان كل العرب يتحدوا ورانا، ويا رب ده يحصل. الهتاف العفوي للشعب المصري 48 كان، ونمشينا كلنا وراه فلسطين عربية، فلسطين عربية، والتمر الصهيونية، والتمر الصهيونية، فلسطين عربية، فلسطين عربية، والتمر الصهيونية، والتمر الصهيونية، فلسطين عربية، فلسطين عربية، والتمر الصهيونية، والتمر الصهيونية، والله انا عارف كويس وحاسس بيهم. انا واحد من الناس كنت في الموجة الاولى وعلى خط برليف وعديت وشفتهم بيجروا واحنا قفشناهم. انا واحد من الناس تخدمت عشان احتل قدامه على بعد 2 كيلو عشان اي امداد جاي ندمره بصواريخ مونيتكا. ما تخافوش على اللي هناك، قلبكم معاهم، دعواتكم معاهم في كل صلاة، في صلاة الفجر، في كل وقت، ادعوا لهم بس، ادعوا لهم من قلبكم، خافوا عليهم، هم بيخافوا عليكم، هم بيحاربوا نيابة عننا كلنا. احنا فين؟ الشرف العربي فين؟ الأمة العربية فين؟ فين؟ أمريكا جاية تزحف عشان تساعدهم، أنتوا فين؟ قولوا يا رب، ربنا أكبر من أي حد، إن شاء الله النصر وفلسطين كلها عربية.